السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه ايبوكسي وورلد. فيديو النهارده مهم جدا لكل الناس المبتدئه في مجال الريزن او مشروع الريزن، علشان كده تابع اي فيديو بينزل للنهايه وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. فيديو النهارده احنا برضو مستمرين ان احنا بنجاوب على مجموعه من الاسئله بيسالها الناس المبتدئه، واحنا من خلال الفيديو اللي بينزل على القناه بنوضح باستفاضه او شرح مفصل او بسيط للاجابة، تمام؟ والسؤال اللي متكرر: ابيع القطعة بتاعتي بكام؟ ابيع الشيالة بكام؟ ابيع السلسلة بكام؟ ابيع الصينية بكام؟ طب دي تكلفتها قد ايه؟ يا جماعة تعالوا بس انا هجاوب لكم على الاجابة في اول الفيديو كده، علشان اللي عايز يقفل يقفل، يعني اللي عايز يقفل الفيديو يقفله، لكن انا هجاوب لك على اجابة السؤال من الاول كده. فن الريزن ده ايه؟ هاند ميد، ده مشتق من الهاند ميد. الصلصال الحراري هاند ميد، الكروشيه، التطريز، الكرافت، الديكوباج، الشمع، الجبس، الكونكريت، كل ده هاند ميد. هل انت مقيد بسعر؟ لا. هل حد عارف اسعار الخامات والادوات اللي انت استخدمتها او اللي انت اشتريتها؟ لا. هل انت مصنع وبتصنع قطع محددة بنفس النمط بنفس الشكل بنفس التكلفة؟ لا برضو. طيب انت عايزني ازاي اجاوب لك على السؤال ده وانا معرفش القطعة بتاعتك خدت قد ايه ريزن؟ اشتريت القالب بكام؟ حطيت الوان بكام؟ حطيت الوان هنا بكام؟ ورق الفضة اللي في الاباجورة ده بكام؟ يبقى انا نفسي كمحمود معرفش القطعة بتاعتك خدت خامات قد ايه. طيب انا هجاوب لك ازاي؟ فالسؤال ملوش اجابة، يبقى ده هاند ميد معتمد اعتماد كلي على التقدير الشخصي وتكلفة الادوات اللي حضرتك استخدمتها، وبعد كده بتزود تكلفة البيع او تكلفة المكسب بتاع حضرتك. نركز تاني ونعيد السؤال تاني ونعيد اجابات تانية علشان الناس تكون فاهمة. عندك مثلا الاباجوره اللي واضحه وظاهره قدام حضرتك دلوقتي، القالب بتاعها فقط ب 250 جنيه، واخده مني كميه ريزن 800 جرام بحوالي 300 جنيه، يبقى الريزن والقالب فقط 550 جنيه، غير الالوان، غير ورق الفضه، غير اللون الشفاف، قول حوالي واخده مني 600 جنيه مثلا. فانت بتكلمني انا معرفش انها واخده منك كل ده، فانت بتقول لي سعر لي القطعه بتاعتي. اسعرها لك ازاي وانا مش انا اللي عاملها؟ انا معرفش انت خدت منك خامات قد ايه ولا انت حطيت فيها ايه. فتلقائي انا هقول لك مثلا 500 جنيه، وهي اصلا تكلفتها عليك يعني انت عاملها ب 600، ابقى انا ظلمتك. فده بيعتمد اعتماد كلي على الشخص اللي شغال ذات نفسه القطعه كلفته قد ايه. يعني مثلا هي كلفتني 600 700 جنيه، فانا هبيعها ب 800، فانت دخلت تسالني اللي هو يا محمود سعر لي بقى بما انك خبره في المجال وفاهم وعارف، انا قلت لك 500، يبقى انا مش فاهم حاجه؟ لا، ما لهاش علاقه، لان انا ما اعرفش. انا ممكن بالنسبه لي كده هي واخده مثلا نص كيلو ريزن مثلا، انما هي واخده 800 جرام. عندك استند المكتب اللي واضح وظاهر قدام حضرتك دلوقتي، استند المكتب القالب ب 200 جنيه، واخده ريزن بحوالي ب 200 جنيه برضو، ادي 400 جنيه. ما دخلناش في اللون، الطباعه، ورق الذهب، يبقى حوالي تكلفتها عليا كام؟ 500 جنيه. انا مثلا لما تيجي تكلمني هقول لك بيعها ب 300 جنيه مثلا. ابقى انا عارف او انا جاهل او انا مش عارف ولا ايه بالظبط؟ فهنا بتتم الاجابه من خلال فيديو النهارده ان يا جماعه ده هاند ميد، فن ملوش علاقه بتسعير ثابت، ملوش علاقة بأي حاجة، أنت مش مقيد بسعر، وما تنسقش أو يعني تمشي ورا أي حد بيقول أسعار. أنت شوف القطعة بتاعتك كلفتك قد إيه، والخامات بتاعتك احسبها أنت شاريها بكام، وهات ورقة وقلم واقعد احسب مع نفسك كده تكلفة القطعة بتاعتك بقت بكام. كلفتني 400 جنيه فأنا هبيعها ب 500 600، ما أكيد لازم أكسب، وأنا مش شغال لله وللوطن. الموضوع لازم يكون مفهوم بالنسبة للناس المبتدئة. أنت دخلت مثلا قلت لي يا محمود انا عامل سلسله وعايزك تسعرها لي، انا هقول لك 50 جنيه.
انت حضرتك ممكن تكون حاطط فيها بودرة مضيئة فقط ب40 جنيه. ما اتكلمناش بقى في سلسلة، في اللوزة، في الريزن، في القالب، ما اتكلمناش في كل ده. فهمت يعني حضرتك هنا لما تيجي تسألني وانا ما عرفتش اجاوب عليك، انا مش فكرة ان انا مش عايز اجاوبك، انا عايز افيدك. لكن هفيدك ازاي؟ في اسئلة ما بيكونش ليها اجابة معايا. يعني مثلا قالب السيليكون ياخد قد ايه ريزن؟ سؤال ملوش اجابة، ونزلنا فيديو عنه قبل كده واتكلمنا باستفاضة عن جميع قوالب السيليكون. تسعير القطع اسعارها ازاي؟ ده هاند ميد. يعني مثلا ممكن قطعة تاخد منك 3-4 كيلو ريزن مثلا، وانت كلمتني انا قلت لك بحب 1000 جنيه، مع انها واخدة منك 3-4 كيلو ريزن ب2000 جنيه. انا هنا ما ظلمتكش، انا هنا بجاوب لك على حسب ما انت سألت بالظبط. لكن انا اعرف كلفتك قد ايه، خدت خامات قد ايه، الشحن، الاسعار، خدت منك شغل قد ايه، حطيت فيها ايه. ده يا جماعة اسمه تقدير شخصي منك على حسب القطعة كلفتك قد ايه، خامات كلفتك قد ايه، شغل. بعد كده بتحط التكلفة والمكسب بتاعك. الموضوع بسيط. لو الفيديو او الاجابة بتاعتي مش مقنعة بالنسبة لك، شوف فيديوهات تانية. مش قصدي تسيب القناة، انا قصدي ان انت تشوف فيديوهات تانية للتسعير. ممكن فعلا الناس بتقولك التسعير بجد او تضربها في اسم او في ناتج، بس اتوقع ان اجابتي هي الصحيحة. بس ده هاند ميد، انا لا مصنع ولا احنا شركة شغالين، ولا احنا مثلا بنعمل منتج ثابت واخد كمية ريزن ثابتة، ولا لون ثابت، ولا سعر ثابت، والاسعار في تزايد. لو كلامي مش مقنع تقدر انك تشوف فيديوهات تانية للتسعير، وتشوف برضو رأي الناس المختلف اللي هو يقنعك اكتر، وتشوف منه اللي هيفيدك انت. لكن انا من خلال تجربتي الشخصية، انا ما بحددش السعر على اساس الخامات بتاعتي او على اساس الشكل. لازم احسب بالنسبة لي خدت قد ايه ريزن، خامات، اسعار، الوان، الكلام ده كله. تمام؟ في سؤال تاني مهم جدا واتكلمنا عنه كتير قبل كده، وبرضو الناس مصممة انها تغلط. يا جماعة والله والله الريزن ليه اضرار. لازم الماسك، لازم الجوانتي. لو حضرتك ما عندكش مناعة او عندك حساسية او روبو او تعب في الصدر ومصمم انك تشتغل، ما هو انت لازم تاخد احتياطات. ده في ناس بتشتغل من غير جوانتي، في ناس ما بتشتغل من غير كمام. يعني انا هنا عامل القناة للتعليم فقط، اكيد انا يعني الغرض كله ان انا افيدك مش ان انا اضرك. نهتم بحتة الاضرار. هنا في حد بيسألني سؤال اهوت، اللي هو عايز يشتغل في اوضة الاطفال. يعني انا دلوقتي اطفالي نايمين في الاوضة دي، هو ده كان السؤال مكتوب كده، ينفع اشتغل فيها وهم نايمين؟ يعني وهم نايمين عادي وهم صاحيين برضو مش عادي؟ انا مش فاهم. ما هو الريزن ليه اضرار، وقت التفاعل، وقت الخلط، وقت الكلام ده كله. ما ينفعش ان حضرتك تشتغل في مكان مغلق او اوضة نوم زي اوضة الاطفال، ما هو هيطلع ابخرة، هيستنشقوها. يبقى انا كده انت فدتهم بايه؟ انت ضرتهم. فما ينفعش. الست الحامل، نرجع تاني كل مرة لنفس الفيديو، الست الحامل يا جماعة ما ينفعش. لا الست الحامل ولا اللي هم اقل من 18 سنة. الموضوع متوقف على معلومة بسيطة او كلمة واحدة، الرزن ليه اضرار. خلصنا كده. الرزن ليه اضرار، لو مش خايف على نفسك خاف على اللي معاك في البيت. يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي. بتمنى من كل الناس تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.